اولا المعنويات ديال هجر معنويات عاليه جدا بالمقارنه مع الاعتداء اللي تعرضت له، واللي تبين انه الان بكل المقاييس انه اعتداء سياسي، وان الاعتقال ديال الاعتقال تعسفي وسياسي. الان يعني جميع الامور اصبحت واضحه للجميع ان هجر يعني ضحيه ديال انتقام من الخط التحريري ديال الجريده اللي كتشتغل فيها، من العائله ديالها. ملف رمزية الملف متعلقة بأمرين. الأمر الأول هو أن هاجر هي صحفية، صحفية امرأة لها أعمال صحفية رائدة جدا. جرأتها أزعجت بعض الجهات، معطيات أخرى أو الحقل التي نشتغل فيه مشحون، يعني فيه واحد صراع سياسي بين معقوفتين. هناك احتقان اجتماعي وسياسي تولد هذا النوع ديال الملفات الفارغة. في جوهر الملف ما كاينش جريمة. According to a study that was performed by scientists here in Morocco, an average of 600 to 800 women endure clandestine abortions every given day. So that is a reality. Very few women and doctors are prosecuted for that. According to the latest numbers, I believe it was 73 cases in 2018 out of 600 to 800 a day, and I'm talking 73 a year. What does that mean? It means that it's a law that the authorities consider that is not enforceable, because it's a social reality that cannot be pushed back against with a law like this.